لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. قال في العذاب من الغابرين في العذاب، أي قد تقدم تفسير مثل هذه الآية. تكررت قصة قوم لوط مرات في القرآن العظيم، وقصة هلاك امرأته مع الهالكين تحذيرا من فعلهم، ومن فعلها من الرضا بما عليه قومها. وتضمنت سورة النمل في هذه القصة بعض الأمور التي لم تذكر في غيرها، مما يبين فضائحهم وجريمتهم للتحذير من ذلك. هي قوله سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله، نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكور دون الإناث، وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فقال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أن يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، أي لا تعرفون شيئا، لا طبعا ولا شرعا، كما قال في الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. في هذا الموضع ذكر الله عز وجل إضافة إلى جريمة إتيان الذكور إلى جريمة الشذوذ أنهم يفعلون ذلك أمام بعضهم بعضا، أنهم يفعلون ذلك علانية. والبصر من أعظم أسباب الانحراف في هذا المجال، ولذا أمر الله عز وجل في سياق الاحتياطات التي شرعها للمنع من الزنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهناك اقتران مؤكد بين غض البصر وحفظ الفرج، ومن أعظم أسباب الانحرافات إطلاق البصر إلى الحرام. فكان قوم لوط لا يكتفون بأنهم يفعلون الفاحشة، بل صار ذلك أمرا عاديا عندهم أن يأتي بعضهم بعضا أمام أعين الناس، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في الآية الأخرى: قوله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله، قال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. والنادي هو مجتمع القوم،
ومنه النوادي المعروفة لأن الناس يجتمعون فيها، فكانوا يأتون في ناديهم هذه الفاحشة، يجتمعون ليفعلوا هذه الفواحش، وكذا كشف العورات فيها وهي مقدمة هذه الفاحشة، لكن الظاهر أنهم كانوا يأتون الفاحشة وهم يبصرون، يعني ليس فقط كشف العورات أو ليس فقط ما ادعاه البعض من بعض الأفعال التي قال إنها من فعل قوم لوط كالدورات علانية أو نحو ذلك، بل الآيات دلت على أن المقصود هو فعل الفاحشة وليس فقط مجرد كشف العورة، كشف العورة مقدمة لفعل الفاحشة، لكن أن يأتي بعضهم بعضا، أن يأتي الرجال أمام أعين الناس كما هو حاصل الآن فيما يسمى بحفلات الجنس الجماعي، وهو أن يأتي بعضهم بعضا أو يأتي الرجال النساء أمام أعين الناس، وأسوأ من ذلك قضية التصوير، فإنها من أعظم أسباب يعني نشر المنكرات. لماذا وصل الحال بقوم لوط إلى أن يعني إلى أن لا يوجد منهم رجل واحد رشيد، وليس هناك من نساء على الفطرة إلا بنات قوم لوط فقط دون غيرهن؟ كيف تحول المجتمع إلى هذه الهاوية السافلة؟ كيف وصل الأمر إلى أن لا يوجد منهم رجل واحد على فطرته ولا امرأة واحدة غير بنات لوط على الفطرة وعلى الميل الطبيعي بين الذكر والأنثى؟ ولذلك قال هنا اكتفى الرجال بالرجال استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وإن كانت هذه الثانية لم ترد نصا في حديث صحيح، لكن قد تفهم من قوله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وأيضا لهلاك النساء. إذن النساء كن راضيات بما فعله الرجال بما فعله أزواجهم، وكذا امرأة لوط إنما هلكت لرضاها بفعل قومها وهي عجوز، ومع ذلك كانت تساعد قومها وتعينهم وترضى بفعلهم، ومن رضي بفعل قوم فقد فعل. ولذلك الظاهر أنه بالتأكيد وقع نوع من الاكتفاء للنساء، لأنه لا يتصور أن النساء الشابات ليس لهن رغبة على الإطلاق، فكيف وقد تركهن الرجال وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ فكان الهلاك للجميع، وذلك لتكذيب لوط عليه السلام بالكفر وللرضا بالكفر، وهو استحلال هذه الفواحش المحرمة. ونحن في واقع عالمنا اليوم نواجه مثل هذه وربما أشد، نواجه مثل هذه الفاحشة وربما أشد، وإن لم تكن قد تحولت بلاد العالم كلها إلى الفاحشة، إلى فاحشة اللواط، أو أن كل النساء صرنا يعني سحاقيات، لكن المشكلة هي القبول العام الذي يروج له في بلاد العالم كلها من أجل هذه الفواحش. وإن كان أمر السحاق تساحق المرأتين ليس فيه حد عند جماهير العلماء، وإنما فيه التعزير وذلك لعدم الإيلاج، إلا أنه يتصور كما ذكرنا من قبل أنه لو حدث نوع من العمليات الجراحية أو الهرمونات، العلاج بالهرمونات يؤدي إلى تضخيم
البدر عند امرأة حتى صار كالذكر، فحصل فيه إيلاج، فيتصور في هذه المسألة وجوب الحد لو تصورنا مثل هذا الأمر، وهذا ليس بمستبعد في الواقع المعاصر، حتى وإن لم يقع إنزال فاتفاق العلماء على أن إدخال الفرج في الفرج موجب للحد ولو لم يقع إنزال، سواء كان في اللواط أو كان في الزنا، نعوذ بالله من ذلك. المقصود أن هذه الآية الكريمة في سورة النمل تضمنت أمر أنهم يفعلون الفاحشة وهم يبصرون. نقول الآن صار أكثر، لأن العالم الآن يبصر بالملايين، لا بمئات الملايين، لا بآلاف الملايين المواقع الإباحية. نسأل الله العفو والعافية. يعني المواقع الإباحية يعني ملايين المقاطع المتجددة المتكررة التي تنشر مجانا أو بالمال أو بالإعلانات، والتي هي تحت أيدي الشباب، تخترق المجتمعات في العالم كله وليس فقط في بلاد الغرب التي نشأت فيها هذه الفواحش التي انتشرت منها إلى العالم، لكن صار هذا الأمر موجودا في بلاد المسلمين أيضا، نسأل الله العافية. وقد كانت العرب لا تعرف هذه الفاحشة إلى أن فتحت البلاد المختلفة التي كانت فيها هذه الفواحش، فدخلت عادات الشعوب المغلوبة التي لم تتهذب ولم تتربى بالإسلام تربية صحيحة، دخلت إلى العرب وإلى سائر الشعوب، و يعني هي كانت منتشرة في الشعوب القريبة من العرب حتى ولد ذلك في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وقد بالغوا في عقوبة من فعل فاحشة اللواط، ويذكر أن أبا بكر حرقهم بالنار، ويذكر أنهم كانوا يلقون من شاهق ثم يتبعون بالحجارة، وذلك كله يعني تغليظا أو تشبيها بما فعل الله عز وجل، تشبها بما فعل الله عز وجل بهم من إلقائهم من شاهق، لأن الله عز وجل قال: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فقالوا يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة رجما حتى يموت. والصحيح أن حد اللوطي الفاعل والمفعول به إذا كان مختارين عاقلين بالغين هو الرجم، القتل رجما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا القتل قد قال بعض العلماء يكون بالسيف، والأقرب أنه أشد جرما من الزنا، فلذلك يتحتم أن تكون العقوبة قتلا بمثل أغلظ عقوبات الزنا وهي الرجم. فلذلك نقول الصحيح أن من يفعل فعل قوم لوط يجب رجمه. الواقع المشهود الآن الترويج لقبول ما يسمى بالمثلية والمثليين وحقوق المثليين والمثليات، والعالم الغربي يؤكدون على ما يسمونه هذه الحرية الجنسية وحرية المثليين، فهم جمعوا إلى فعلهم الفاحشة تكذيب جميع الأنبياء والرسل الذين جاءوا بتحريم هذه الفاحشة منذ موسى صلى الله عليه وسلم، ختما بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالعالم الغربي الذي يرى لزوم فرض
القيم الغربية التي من ضمنها ذلك، مع أنه حديث، يعني أقصد أن فرض هذا الأمر، فرض قبول الشذوذ الجنسي بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء، بل وصل الأمر إلى توثيق الزواج، وهو موجود في بعض البلاد المنتسبة للإسلام وفي كل البلاد الغربية تقريبا، بعد أن كان البعض يرفضه. وكما ذكرنا قد كان هذا الأمر، شوف التطور السريع زي ما حصل في قوم لوط، التطور السريع إن ربما إلى سنة 1980، يعني من حوالي 40 عاما، لم يكن هذا الأمر يعني مقبولا حتى في الطب، وفي المجتمعات الغربية لم تكن تقر الزواج بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء، وكان ذلك معدودا في الأمراض. وهذا الأمر بدأ اعتباره مزاجا شخصيا، وأنه من الحقوق الشخصية وما يفضله كل إنسان في أثناء الممارسة، منذ ثمانينات القرن الماضي، يعني منذ 40 عاما فقط. ثم تطور هذا الأمر حتى وصل إلى ما رأينا. بسبب ماذا؟ بسبب ما ذكر في هذه الآية: وأنتم تبصرون، البصر. ثم الانتشار الواسع جدا لوسائل التواصل التي تضمنت هذه المواقع الإباحية التي تنشر هذه الفاحشة خصيصا، وكذا مع النساء بالنساء. وترتب على ذلك الانتشار البالغ، حتى صارت الحكومات تتنافس في يعني تأكيد هذه الحرية، وصار المسلمون يمتحنون، الاتجاهات الإسلامية تمتحن في موقفها من ذلك، ويحاول الغرب أن توضع في الدساتير الحرية نصا يعني بهذه المسألة، يريدون وضع نصوص على هذه المسألة، في يعني النص على الحرية الجنسية وحرية المثليين. أما المحاكم العليا عندهم، يعني آخر دولة أقرت زواج المثليين كانت الولايات المتحدة، حين السنوات اللي فاتت دي كلها، العشر اللي فاتت، تتابعت دول أوروبا على إقرار زواج المثليين، وربما قبلها بيسير، لغاية ما أصبحت في ولا دولة تمنع من تدوين هذا الزواج كعقد مقبول قانونا وهو متضمن للاستحلال. لا، هذا يعني من أفظع درجات الاستحلال، لأنه يصرح بأنه قد تزوج. وهذا الأمر لا يزال مرفوضا بشدة في المجتمعات المسلمة، ولكن الخطر عليها من البصر، إضافة إلى الطوائف التي تنادي بالحرية على الطريق يعني على الطريقة الغربية. وهناك برامج إعلامية من مشهورين ومشهورات لترويج ثقافة قبول الآخر كما يسمونه، ومن ذلك قبول المثليين. وقد ذكرت لكم أن بعض المعسكرات في بعض مدن الجمهورية قد عقدت من قبل جمعيات منظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعما من الدول الغربية من سنوات، يعني على يعني قبول من ترفض أن يكون في دائرة معارفك للشبان والفتيات. وكان في بداية والقائمة المعدودة التي كانوا يعني يستطيعون بها رأي المشاركين والمشاركات تتضمن أول حاجة كان الزانية، المثلي، الملحد، اليهودي، النصراني، البهائي، يعني يذكرون ذلك لكي يعني يروجون لما بعد ذلك. يعني الأمر ده كان في بداية الأمر 85%
أو أكثر 85 أو 90% من الأولاد والبنات اللي اشتركوا في المعسكر اللي كان في عيد بورسعيد ده، إن هو رفضوا، كانوا يرفضون معرفة هؤلاء جميعا عدا الأقباط، لأن الأقباط موجودين في المجتمع، وده يعني كلهم بيقولوا ما عنديش مشكلة أنا أبقى عندي في دائرة المعارف قبطي، لكن البهائي والملحد والزانية والمثليين ما مش عايزين يعرفوهم. بعد المعسكر الثلاث أيام والمحاضرات المستمرة اللي هي مناقشات أصلا ومحاولة يعني تبرير الأمر ده بأنه هو جينات، ودي لا أبحاث علمية ولا حاجة كذابين، يقول لك اكتشفوا الجينات تخلي الراجل ده يميل إلى الرجال فاعلا أو مفعولا به، والمرأة كذلك، كذب مجرد لا شك فيه، ده محاولة نشر عقيدة الجبر إضافة إلى هذا الكفر المتعدد. في آخر المعسكر كان 85%، وكانوا 95 رافضينه، 85% بقوا مش هم ما قالوا لهمش هتقبل الكفر ده، لا بيقولوا أقبل إن يكون في دائرة المعارف، يعني صديق ليا ويستمر، أو صديقة في البنات. الأمر ده فضل يعني للأسف الشديد بينتشر. لو تاخدوا بالكم أو حد متابع الوضع في أمريكا، أمريكا من حوالي سنتين تقريبا فقط المحكمة العليا بعد نزاع بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذه المسألة، أن الجمهوريين عندهم قدر من المحافظة على النصرانية، قدر من المحافظة يعني مجرد انتساب، فكانوا رافضين توثيق زواج المثليين، فمش الممارسة نفسها، الممارسة ما حدش يقدر يتكلم فيها دلوقتي خالص، الكلام على توثيق الزواج. المحكمة العليا الأمريكية ألزمت الولايات المختلفة بأنه بلزوم يعني توثيق عقد الزواج بين المثليين. هذا الأمر كما ذكرنا أوروبا تقدمت فيه. الرئيس الأمريكي الجديد عين وزيرا، وزير النقل الأمريكي الجديد اللي لسه ما كملوش يعني عدة أشهر، من المثليين متزوج من رجل، علشان يؤكد موقفه من هذه القضية. وللأسف المظاهرات في بلاد الإسلام مثل تركيا، اسطنبول خصوصا وميدان تقسيم، يشهد مظاهرة سنوية للمثليين في ميدان تقسيم، وأضافوا إليها في يوم المرأة العالمي إضافة إلى ذلك مظاهرة رفعوا فيها علم المثليين، و يعني ظهرت الفتيات في ملابس فظيعة وهن يقبلن بعضهن بعضا لتأكيد على المثليين، ووقعت بعض المناوشات بينهم وبين الشرطة، وإلا فالمظاهرة سنويا مظاهرة المثليين مسموح بها، بل وفي بعض التسجيلات لأردوغان يعني حضور بعض ملتقياتهم قبيل الانتخابات أو بعض من يمثلهم للتأكيد على حقوقهم. ولا شك أن من يقول أن هذا حق لا يكون مسلما، وإن كنا يعني الله أعلم هل هذه مفبركة أو الترجمة، نرجو الله أن تكون الترجمة محرفة أو مفبركة أو غير ذلك، لأنه لا يتصور من مسلم يقرأ القرآن ويعرفه فضلا أن يحفظه أن يجوز هذا ما الذي يسمى بحق المثليين، لأن كلمة حق معناها تجويز الأمر، حتى ولو لم يكن يبقى هو زي امرأة لوط عليه السلام، لأنها لا تمارس هذه الفاحشة لأنها امرأة متروكة، ثم هي عجوز كما قال الله عز وجل إلا عجوزا في الغابرين، فهي عجوز وهي امرأة متروكة لا تشتهى ولا يرغب فيها، لكنها بالموالاة كفرت، بالرضا بفعلهم وإقرار صحته والإعانة عليه، فهذه الموالاة مكفرة. فالذين يروجون لما يسمى بحق المثليين ليسوا مسلمين ولا مسلمات، والذين
يتدرجون بالمجتمع المجتمعات العربية حتى تقبل هذا الأمر ويعني تقره، فهذا والعياذ بالله هذه الدعوات دعوات كفر مثل كفر قوم لوط تماما. إن قوم لوط لم يكفروا فقط بكونهم فعلوا الفاحشة، بل باستحلالهم إياها ورؤيتهم أن من لا يقبلها يستحق الإبعاد، وتكذيبهم لوطا عليه السلام في أن الله حرم عليهم ذلك. والكتب السماوية كلها متضمنة قصة قوم لوط، يعني القرآن والتوراة، والإنجيل مصدق للتوراة في ذلك. فلذلك هذه الفاحشة يعني لا نزاع فيها. كون الفاتيكان قد بابا الفاتيكان أصدر منذ سنة تصريحا في إثبات حقوق المثليين، إلا أن ضغوط كاردينالات الفاتيكان أدت إلى أن يعني نقول يرغب بقى ولا يقبل ولا بأي طريقة أن يوقع على فتوى بأن هذا الأمر لا يمكن أن تباركه الكنيسة، أن الكنيسة لا يمكن أن تبارك من لعنه الله أو لعنته السماء أو نحو ذلك. الكلام ده لسه صادر من حوالي شهرين ثلاثة أو نحو هذه المدة، بعد أن أثارت تصريحات البابا بحق المثليين أزمة كبيرة جدا، أن الكنيسة الكاثوليكية اعترفت بحقوق المثليين. الدول المدنية كلها يعني تقر بذلك وتسجل العقود كعقود زواج، لها كل أحكام الزواج والعياذ بالله. وكان هناك بعض الدول تمنع من دخول المثليين في القوات المسلحة الخاصة بها، الجيش الأمريكي، والمطالبات كلها بحقوق المثليين. بعض المدارس الألمانية عندنا في مصر من سنوات طلبت من الطلبة الأولاد والبنات، يعني الأولاد يشمل الذكور والإناث، إرسال مطالب للحكومة الألمانية في يوم معين بيطلبوا فيه المثليين. المدارس الألمانية دي أو الأولاد، بعض أولياء الأمور انتبه لها وأرسلوا أنهم بيرسلوا فاكسات ورسائل عبر الهاتف للحكومة الألمانية للتأكيد على حقوق المثليين اللي هي لسه ما خدوهاش، بعضها لسه ما خدوهاش. إيه اللي ما خدوهوش هناك عندهم؟ أظنهم تلاقيهم وصلوا له دلوقتي، أنا مش متابع قوي، يعني حق التبني، دخول الوظائف المختلفة لأنه كان بيمنعوهم من بعض الوظائف. فأعتقد أن الموضوع ده حسم خلال هذه السنوات الماضية، وللأسف الشديد أن هذه القضية هناك هنا البعض بيحملها على عاتقه، فرقة من الفرق الفنية تسمى فرقة ليلى، هي تروج لهذا في أرجاء الفرقة اللبنانية، بتزور معظم بلاد العالم العربي لتروج لهذه الفكرة الخبيثة وهذا الفعل الخبيث، فكرة حقوق المثليين. وجاءوا إلى مصر وتم عمل حفلة ورفعوا العلم، البنت اللي انتحرت دي سارح جازي هي اللي رفعت العلم في هذه الحفلة، وتم القبض عليها لأن هذا الأمر ما زال مجرما عندنا في مصر، يعني فعل هذه الفاحشة ما زال مجرما، وإن كان لا يعاقب عليه بالعقوبة الشرعية التي هي القتل رجما كما ذكرنا، هذا حد من الحدود عند جماهير أهل العلم. فبعد شهرين أفرج عنها وخرجت، تمكنت من السفر رغم أن القضية كانت لازالت قائمة، تمكنت من السفر إلى كندا، و يعني ألحدت أو كانت ملحدة في الحقيقة، وصارت هناك بقى يعني تسمى داعية حقوق الإنسان،
ولا تزال يعني وظلت على ذلك إلى أن انتحرت من الاكتئاب. سبحان الله، هذه الفواحش تؤدي إلى الـ إلى 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 التعاسة والشقاء، يعني بما لا يتصوره الناس. نؤكد على وجوب حماية بيوتنا من المواقع الإباحية، لأن الدولة ما زالت تتقاعس في مسألة حظر المواقع الإباحية. وطلبنا في البرلمان مرات عديدة بحظر المواقع الإباحية، وبعضهم يتعلل بأن هذا غير ممكن فنيا، وليس كذلك. على الأقل يمكن حجب مثلا 80% 90% إذا أرادت الدولة ذلك، لكن الأزمة العالمية إن إذا فعلت ذلك فهي تعتدي على حرية الإنسان، على حقوق الإنسان. آخر تقرير للاتحاد الأوروبي في وضع حقوق الإنسان في مصر من 3 أشهر تقريبا، كان متضمنا بعد ذكر السجون والتعذيب والاختفاء القسري ونحو ذلك، من ضمن حقوق الإنسان أن الدولة تتتبع المثليين والمثليات، وأنها لا تعطيهم حقوقهم وترفض الاعتراف بهذه الحقوق. ولذلك هم يطالبون الدولة بالتوقف عن ذلك. أظن هذا الضغط العالمي هو السبب في عدم حجب هذه المواقع، لكن نستطيع نحن أن يعني نبذل جهدا كبيرا في منع أولادنا وبناتنا من هذه المواقع. أولا الكلام ده وارد يحصل ببرامج موجودة، لأنهم الغرب نفسه بدأ، هناك عقلاء في هذه النقطة يدركون مدى خطورة هذه المواقع، ولأنه أصبح مشخصا دلوقتي أو مدرجا ضمن أمراض الإدمان، الإدمان على المواقع الإباحية. وبدأوا في وضع برامج علاجية سلوكية للعلاج من إدمان المواقع الإباحية، وغالبا ما يؤدي إلى الاكتئاب الشديد والانتحار إذا واظب على ذلك. وهناك كان إحصائية نشرتها مع محطة البي بي سي البريطانية، قرأتها، أن 8 من 10 80% من نجوم المواقع الإباحية ماتوا منتحرين، رجالا ونساء. المواقع الإباحية دي من أعظم أسباب الحزن والكآبة والنظر إلى ذلك، رغم أن الشباب يقبل عليها بنسب هائلة في بلادنا. إحنا عندنا خطوتين: تأكيد التحريم، لأن هذا هو من مقتضى الإيمان والتصديق للرسل الكرام، والنقطة دي نشرها في الناس لأن البعض يحاول أن يشكك في ذلك. وقد يعني عقدت أحد المذيعات المشهورات حلقة أتت فيها بفتاتين ممن يسمون مثليات سحاقيات، يعني يدافعن عن أن هذا ليس في النصوص، ليس في الكتاب ولا ليس في القرآن تحريم السحاق خصوصا. والذي عرفني بذلك شاب أتاني في المرحلة الثانوية أو آخر نهاية المرحلة الإعدادية لا أتذكر، يسألني هو إيه الدليل على تحريم السحاق؟ عن نقبل عشان قوم لوط، لكن فين في القرآن إن السحاق محرم؟ ف يعني بسبب رؤيته للحلقة دي، إن هو اللي قال لي إن المذيعة الفلانية المشهورة جدا اللي بتجيب أخبار البنات جابت البنتين دول ومصيح كرشتهم في الآخر، بس للأسف الشديد سبتهم يقولوا كل شبهاتهم. والولد نفسه بدأ بقى يعني بالعافية كده، لما قلت له ربنا عز وجل قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، طب هتحصل إزاي إلا بإطلاق البصر؟ مستحيل. وكذلك بعدم حفظ الفرج، حفظ الفرج من الكشف، وكذلك حفظ الفرج من التلامس مع من حرم الله عز وجل. والنساء لسنا ممن أبيح
لهن كشف الفروج لبعضهن. على فكرة دي نقطة برضو، لأن للأسف الشديد النساء بيفتكروا إن هي مع أمها أو مع أختها يمكن أن تراها عارية تماما، وهذا مما لا شك في تحريمه بالإجماع، وده من أسباب انتشار الفواحش. وبرضو بعض الشباب غرف تغيير الملابس ونحو ذلك في الأندية ربما يحصل مثل هذا الأمر أمام بعضهم بعضا. النظر والبصر كما دلت عليه الآية هو من أعظم أسباب انتشار الفاحشة. المواقع الإباحية من أعظم أسباب انتشار هذه الفاحشة، المواقع الإباحية بأنواعها، لأن في رجال وفي نساء وفي حفلات جنس جماعي وفي حاجات مشتركة، كل ذلك يؤدي إلى نشر الفواحش بين شباب المسلمين. أحد المدرسين جمع التليفونات بتاعت الأولاد الذين يدرس لهم في المرحلة الثانوية، ووجد 90% منهم فيها مواد إباحية صريحة، يعني وليس مجرد مثلا واحدة لابسة مايو ولا كده، لا، إباحية في الفعل نفسه اللي هو الذي ذكره الله: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فيا رجال الأمة ويا نساء الأمة ويا شباب الأمة ويا فتيات الأمة، أدركوا هذه النار قبل أن تحرق المجتمع بمنع النظر إلى الفواحش، بمنع ترويج هذه المواقع. الأولاد والبنات بيروجوا عند بعضهم هذه المواقع، فلا بد من الحذر الشديد من ذلك. وأنا أنصح إنه من البداية كده لما الولد والبنت يطلبوا تليفون ذكي، إنه يكون الاتفاق على عدم وجود رقم سري، وإن صفحات الفيس تبقى مشتركة ما بين الأم وابنتها وبين الأب وابنه ما أمكنهم ذلك. وبننصح بأن وجوب التحذير من هذا قبل أن يقع فيه الشاب والفتاة في أول الحياة، وهذا مدمر حتى بعد الإقلاع عن هذا الأمر، مدمر تدمير خطير، لأنه يؤدي إلى تشويه الصورة الذهنية في هذا الباب، لأن سبب الميل غير الطبيعي غير الفطري ده هو إما حادثة اعتداء في الصغر أو مشاهدة هذا الأمر أو التفكير فيه أو أصدقاء السوء، كل هذه هي التي تغير الفطرة. في الألمونيا لما تتعوج تبقى صعب جدا أنها تتعدل تاني، الألمونيا لما تتعوج بالنار أهو ده اللي بيسيح نفسية الشاب والفتاة في الأول، بتبقى طرية جدا، بيبقى شيء قابل للتشكيل ومش عارف الممارسات لا الطبيعية ولا غير الطبيعية، لأن الزواج أمر صعب وما فيش ثقافة نظيفة في هذا الباب. التسقيف من ذلك ليس إلا من خلال أصدقاء السوء والمواقع الإباحية، فلذلك بنقول لابد من الرقابة في هذا الباب والاجتهاد في المنع. أخ لسه بيقول لي عن واحد صاحب محل موبايلات، بيقول 90% من البنات جايين يطلبوا مواقع حجب، برامج لحجب البحث، لمسح السجل، مع ان ده موجود اصلا، لكن برامج حجب التصفح هي بقت حاجة موجودة في التليفونات الاحدث، اللي هو التصفح المخفي، التصفح اللي ما يخليش حد يعرف ايه هو كان بيشوف ايه، ما يتسجلش في الأحدث. فانتبهوا ان الموضوع ده خطير، الموضوع ده لابد ان يكون هناك تعاون على منعه، لان البصر هو سبب هذه الأزمة الفظيعة. قال: اذ قال القوم: تأتون الفاحشة وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. اتيان الأدبار محرم للرجال والنساء، للزوجة والمملوكة والمملوك، باتفاق من يعتد به من أهل العلم. ولا تلتفتوا إلى من يقول أن بعض العلماء
يجوز إتيان الزوجة من الدبر، إنها اللوطية الصغرى كما وردت في ذلك الأحاديث، ووردت الأحاديث التي لا تقل بحال في مجموعها عن درجة الصحة، وبعضها حسن لذاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. ترويج هذه المسألة بين الرجل وامرأته وقبولها من الطرفين كبيرة من الكبائر. الله أكبر، الله أكبر. فلا يجوز للمرأة أن تقبل ذلك. الله أكبر، الله أكبر. والقانون المصري يسمح لها بالطلاق للضرر إذا ثبتت المعاشرة من الدبر. فلا يجوز أن تقبل امرأة هذا الأمر بحال من الأحوال، هذا الشذوذ، ابتداء من لمس حلقة الدبر بالذكر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، قد قال: اتق الحائضة والدبر، وهو حديث صحيح. أشهد أن محمد رسول الله. فالاتقاء الدبر أولى باتقاء الحيض، قياس الأولى على ما نص القرآن عليه. فنقول أن التطليق للضرر إذا أصر الزوج على مثل هذا الأمر متاح للمرأة، ولو لم تتمكن من إثبات ذلك فلتختلع، فإن هذا الأمر واجب ألا تمكن زوجها من ذلك. وبعض هؤلاء يعني يطلب من زوجته مشاهدة المواقع الإباحية مشتركين ليجعلها تقبل هذا الشذوذ. وكما ذكرنا الاستمتاع بالدبر محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الحيضة والدبر. ولأن القياس الأولى على قول الله عز وجل: فاتقوا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أن الأذى في الدبر أشد، لأنه موضع النجاسة المجمع عليها والأشد خطرا على الصحة من الحيضة. فإذا كانت الحيضة ممنوعة فالدبر أشد منعا. بل لم يرد في يعني الوعيد في إتيان الحائض مثل ما ورد في إتيان المرأة في دبرها. وهذا الأمر تجوزه الشيعة بجهلهم وضلالهم وبدعتهم. وأيضا يعني من ناحية التاريخية أيضا مذاهبهم في جواز إتيان المملوك الذكر في الدبر يعني مما يستتاب قائله: فإن تاب وإلا قتل مرتدا. لأن استباحة اللواط مع المملوك بزعم أن هذا في عموم قوله أو ما ملكت أيمانكم كفر والعياذ بالله، مخالف لإجماع المسلمين من أن المقصود بذلك المرأة المملوكة التي صح إثبات الرق عليها لسيدها، وليس أن ذلك في المملوك الذكر. ويعني هذه الأمور موضع تفصيلها كتب الفقه وكتب الحديث، فإنها تتضمن الأحاديث الواردة في تحريم ذلك. قول لوط عليه السلام: بل أنتم قوم تجهلون، هذا النوع من الجهل هو جهل العاقبة وجهل الإعراض كلاهما، فهم لا يعرفون مضار ما يفعلون وأعمتهم الشهوة. هذا الجهل لا عذر فيه باتفاق العلماء، ولذلك عوقبوا رغم جهلهم. وهذه الآيات توضح معنى هذا الجهل توضيحا تاما، وذلك لأن
لوط عليه السلام يصفهم بذلك بعد أن نهاهم وبلغهم، بعد أن نهاهم عن فعلهم وبلغهم تحريم الله عز وجل لذلك، و يعني بيان الرسالة التي بعث بها من أجل هذه الفاحشة. فهذا الإعراض عن الحجة بعد قيامها، والحجة هي إبلاغ الرسل، ما من بلغه ما جاءت به الرسل فقد قامت عليه الحجة، اقتنع أو لم يقتنع، أعرض عن ذلك أو ظن أن العاقبة يسيرة، جهل العاقبة وجهل الإعراض بعد إقامة الحجة، هؤلاء أظلم الناس في جهلهم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. من جهل هذا الجهل لم يعذر، وإنما الكلام في العذر بالجهل، العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. هؤلاء قد بلغتهم دعوة الرسول الكريم، وكل المسلمين قد بلغتهم أدلة تحريم، أو على الأقل معلوم بالضرورة في المسلمين حتى ولو لم يعرفوا تفاصيل الأدلة، معلوم بالضرورة تحريم ذلك في الشريعة الإسلامية، وأن الرسول أتى بتحريم ذلك. فمن استباحه كفر، ومن طالب بحقوق المثليين في هذه الفواحش كفر، ومن صحح العقد بينهم كان أشد كفرا، لأنه يضاهي به الشريعة حين يسميه عقد زواج. ومن يطالب بحق التبني لهم أو الإتيان بمولود أو نحو ذلك فهو أيضا كفر والعياذ بالله، لأن هذا تضحية بطفل يظلم ظلما بينا حين يجد أباه وأمه إما رجلين أو امرأتين والعياذ بالله. ولذلك ينهون الأطفال في بعض المدارس الأمريكية عن أن يقول في المدرسة بابا أو ماما لأجلي أو ماذر وفذر، علشان اللي عندهم بيوت مثليين ما يحصل لهم شيء زعل لما يقولوا لهم الكلام ده، فيقولوا من الأقارب المحيطين المخالطين ما يقولوش بابا وماما في المدرسة، علشان اللي هم موجودين دلوقتي في البيوت المثلية. ظلم للأولاد بلا شك، وتشويه لنفسيتهم أن يطالب بذلك. نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.